تمام. اتفضل. هو دلوقتي اللي بيشاهد فيديوهات او يعني مسلسلات فيها يعني شرك او كفر، هل بيكفر بمجرد مشاهدتها مع انه عارف انها باطلة؟ يعني مشاهدة المقر ولا مشاهدة الناقد؟ لا، هو عارف ان هي باطلة بس بيشاهدها يعني استمتاع او تسليم، استمتاع بالكفر؟ يعني مسلسلات او كده يعني. لا، يحرم عليه النظر إليها إذا كان فيها استهزاء بآيات الله. يعني لا يكفر إلا لو كان مقر. إذا قر الكفر يكفر، إذا لم يقر الكفر كان عابس فقط يحرم عليه. يحرم عليه. تمام. السلام عليكم.